مرحبا بنات، كيفكم؟ رجعتكم بفيديو جديد بايديا جديدة وبتحدي جديد. بفيديو اليوم كوين رغد راح تتحدى الاجانب وحتبكيهم كمان. فاذا عجبتكم فكرة فيديو اليوم كملوا الفيديو للاخر. قناتي كوين رغد بقدم فيها محتوى عن لعبة ملكة الموضة. سو اذا انتم جداد او اول مرة تشوفوا القناة، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو. هذا حسابي على انستغرام قناتي الثانية، وخلونا نبدا. اول شيء نختار دريس اليوم امبلش، وهذا هو اوتفيت اليوم. هذا من لايف اللي عملناه امبارح، اللي ما شاف اللايف ضاع عليه كتير اشياء حلوه، وترقبوا لايفات في هذه الفتره. اول شيء احنا شو لازم نعمل عشان نروحوا لاي معركه، اي منافسه، اي حرب، اي 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 اي، لازم نكونوا مدعمين اي او لا اي. فأول شي لازم نروحوا نشتروا اشي دعمنا في المناسبة. بس قبل اشرح لكم، هون بهوليوود ستوري في مثل صالة الموضة اسمها فاشن ارنا او شي مثل كذا. فاحنا حنتحدى الاجانب اللي هون، ومثل هذه اسمها هاربا هيل، فانا حتحداها لازم. بس اول شي اكيد لازم اشتري ملابس، فيلا بسم الله. استنى مثلا كذا بنكون اشترينا ملابس ودعمنا حالنا. فبسم الله احنا باي مستوى؟ باخر مستوى. يلا بسم الله. انا مسميه نفسي رغد، فانا ما حطول عليكم وافرجيكم كل اشي، فقط كذا شي خفيف عشان مفيد. اوكي الحمد لله، استغفر الله استغفر الله، حاسه انهم هم حيبكوني مش العكس. اوكي يلا جاهز. فزنا 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 وبكينا. شو عم تبكي مسكينه؟ بس احنا ما حنبكي واحده او اثنين، خمسه لازم، خمسه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فازتني. معلش معلش احنا متعادلين واحد واحد. أوكي. بداية موفقة. اها 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 اوكي يلا اخر واحدة. يس فزنا.
صرنا 2-1. اوكي اخر واحدة، يلا يلا فزنا عليهم 3-1 وهيك بنكونوا فزنا بتحدي اليوم وبكيت الأجانب. أنا بحط بشي براسي يعني خلاص خلاص بنشوفوا. أوه شفتوا كتير منيح. شكرا شكرا. قد بنات أغير لك الشعر ما عجبني كتير. بالنسبة للأشياء اللي ضافوهم هذا الحجاب وهذا اللوك تبع الشعر. اللي بتجي فيها أبيض وأسود مع بعض. فبنات كان هذا الفيديو وكان هذا تحدي اليوم. أتمنى إنه حبيتوه، وإذا حبيتوه أوكي طلعت اللعبة مثقة نفسها. وإذا حبيتوه لا تعملوا لايك شير كومنت سبسكرايب وتقولوا لي آراءكم حول الفيديو اليوم بالتعليقات، ولا تشتركوا بالقناة بالقناة الثانية وبحسب بالإنستغرام. إلى الملتقى في فيديو آخر. باي باي.